بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طلاب الصف الرابع يعطيكم العافية جميعا. طبعا يا مس زي ما تعودنا احنا بالصف كنا دائما نتجهز ونستعد عشان الآن بدأت الملائكة بكتابة الحسنات. طبعا احنا متعودين كل بداية درس جديد على رأس الصفحة نكتب الدعاء المتعودين عليه، وهو الدعاء يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والآن لنبدأ بالدرس. درسنا اليوم بيحكي عن الرسم القرآني والرسم الإملائي، لنتعلم بعض من المعلومات المهمة. واحد، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم باللغة العربية. ثانيا، كلف الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض من الصحابة بكتابة آيات القرآن الكريم، أنهم يكتبوا القرآن الكريم. أسماء الصحابة الذين كتبوا آيات القرآن الكريم هم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان. هذول يا مس بنسميهم كتاب الوحي. ليش اسمهم كتاب الوحي؟ لأنهم كتبوا آيات القرآن الكريم. ننتقل الآن لنعرف ما معنى الرسم القرآني والرسم الإملائي. الرسم القرآني هو كتابة المصحف، يعني طريقة كتابة الآيات في المصحف الكريم في القرآن الكريم. والرسم الإملائي هو كتابة اللغة العربية، يعني طريقة كتابتنا للكلمات باللغة العربية. لنتعلم يا طلابي ماذا فعل العلماء في الرسم القرآني. أولا، ضبطوا كتابة آيات القرآن الكريم والمحافظة على رسمه. لكن كيف ضبطوها؟ أولا، وضعوا الحركات على الحروف، حطوا الحركات على الحروف، منها الضمة والفتحة والكسرة والسكون. ثانيا، نقطوا بعض الحروف، مثل حرف الدال حطوا على حرف الدال نقطة، وحرف الزاي حطوا على حرف الزين نقطة، حتى وصلت إلينا الكتابة كما نتعلمها الآن في المدارس. لنتعلم الآن كيف نفرق بين الرسم القرآني والرسم الإملائي. أولا، الفرق الأول يقول: في الرسم القرآني حروف تلفظ ولا تكتب، يعني أنا عندي حروف بلفظها بحكيها ولكن لا تكتب، مثل حرف الألف. حرف الألف بالرسم القرآني هكذا. لننظر إلى اللون، الكلمة التي باللون الأصفر، كلمة النفاثات، هاي بالرسم القرآني هكذا مكتوبة. أما بالرسم الإملائي ننظر إلى التي باللون الأصفر، كلمة النفاثات، هاي بالرسم القرآني هكذا مكتوبة. أما بالرسم الإملائي ننظر إليها المكتوبة باللون الأحمر، النفاثات. إذن عندي الكلمات في بعض الحروف تلفظ ولا تكتب. حرف الياء الرسم القرآني هكذا، الكلمة التي باللون الأصفر إيلافهم. أما بالرسم الإملائي إيلافهم. إذن في الرسم القرآني حروف تلفظ ولا تكتب. 2، في الرسم القرآني حروف مكتوبة بكيفية ولكن تنطق بكيفية أخرى، يعني هي مكتوبة بشكل معين أنا بنطقها بكيفية أخرى، مثل كلمة نجاهم. نجاهم بالرسم القرآني هكذا، ننظر إلى الكلمة التي باللون الأصفر، نجاهم، هكذا مكتوبة في القرآن الكريم. أما بالرسم الإملائي كتابتنا باللغة العربية هكذا تكتب الكلمة التي باللون الأحمر، نجاهم. وهيك بيكون خلصنا درسنا يا مس. عنا أسئلة الدرس صفحة 20. السؤال الأول يقول: ضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ألف، يختلف الرسم القرآني عن الرسم الإملائي عند النطق به؟ خطأ، الرسم القرآني والرسم الإملائي نفس النطق ولكن طريقة الكتابة هي التي تختلف. با، الصحابة الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة المصحف يعرفون بكتاب الوحي، نعم صحيح. أبين جهود العلماء المسلمين في ضبط آيات القرآن الكريم. حكينا أمس دورهم كانوا وضعوا الحركات على الحروف ونقطوا بعض الحروف. السؤال الثالث، اكتب الكلمات الآتية بالرسم الإملائي. هذه الكلمات مكتوبة عنا بالرسم القرآني، المطلوب منك يا مس إنك تكتبها بالرسم الإملائي. وهيك بنكون خلصنا درسنا لليوم. يعطيكم ألف عافية. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.